شرعت اليوم الأربعاء المصالح المعنية بولاية باتنة في تهديم 100 مسكن ترقوي مدعم بسبب الغش في الإنجاز. قرار تهديم هذه السكنات المتواجدة بمدينة حملة 3 في بلدية وادي الشعبة جاء بعد أن أثبتت الخبرة التقنية وجود غش في الخرسانة، علاوة على أن هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا منذ سنة 2010. سعيد حريقة رصدنا التالي. نسبة كبيرة من المشاريع التي تم فسخ عقودها مع الموكلين السابقين هي نسبة كبيرة أنه فيها مشكل في النوعية، واتخذنا نفس الإجراءات لمعالجة ذلك والاحتياط في بنفس الحالة هنا.